مين منا ما بيحب أميرات ديزني وياسمين من علاء الدين؟ كيف كنت قلد شخصيات ديزني؟ ممكن أشخاص إذا بدهم يبرزوا خدودهم أكتر طبقوا هون. رح أستخدم بس لونين، لون كتير جريء. انطروا لآخر الفيديو لحتى تشوفوا التغيير بدون كترة حكي. يلا نبلش. هلو يا حلوين، أنا يارا. مين منا ما بيحب أميرات ديزني وديزني وكل شي بيتعلق بديزني؟ أنا شخصياً كتير بحب، وبالأخص بحب ياسمين من علاء الدين. كتير فرحت لما شفت إنه هيدي تسريحة الشعر عم ترجع تدرج هيدي الفترة، حبيت إني كملها بهيدا الميك اب المستوحى من الشخصية. بتقدروا تعتمدوه بظهراتكم اليومية أو حتى الحفلات الصيفية، وخاصة إنه هيدي الفترة ديزني أطلقت فيلم جديد يلي هو كرويلا. قد ما نكبر رح نضل نحب الموفيز تبع ديزني. انتو خبروني، حضرتوا الموفي الجديد أو شو الموفي المفضلة عندكم من ديزني؟ أنا بعتقد واضح. تعليق اليوم هو لجوهرة، بدي قلك إنه أنا كتير بحبك وبحبكن كلكن يا أحلى عيلة جمالوكي. إذا بعد ما انضميتوا لعائلتنا الحلوة شو ناطرين؟ عم بيروح عليكم كتير قصص بتعقد. نزلوا هلأ اعملوا سبسكرايب لقناة جمالوكي، فعلوا جرس الإشعارات لكل ما ننزل فيديو جديد تكونوا أول ما عم يحضروا، أكيد تعملوا لنا لايك لهيدا الفيديو. وهلأ يلا نبلش. مثل ما شايفين وزعت كريم الأساس على بشرتي، وهلأ رح ننتقل لخطوة نحت الوجه وتطبيق خافي العيوب. صراحة يا حلوين أنا خافي العيوب من خطواتي الأساسية بالميك اب، يعني ممكن بالايام العاده مش كتير حط كريم اساس ولكن ما بظهر بدون خافي عيوب. مثل ما شايفين طبقته بهيدا الشكل لانه بيسحب العين وبنفس الوقت بيساعدني اني خفف الهالات السوداء. انا صايره هيدي الفتره كتير بحب الكريمي كونتور، اصلا هيدي الفتره كتير رائج وخاصه بالصيف. وهلا رح بلش ادمج كمان بالفرشاية. بتعرفوا يا حلوين انا وصغيرة كنت مستحيل البس يعني هيك جينز وكنزة، مستحيل. كل ما بدي روح شوبينج مع ماما ما بقبل تشتري لي هيك شيء، لازم على طول كانت تشتري لي فساتين وفساتين فالشة، لانه خلص انا براسي انه انا اميرة ديزني وهيك بدي اكون لابسة على طول. وهلأ رح انتقل لخطوة الكريمي بلاش، بدي طبقه هون. وهيدا اللوك بيتطلب قصص كريمي لأنه بدنا هيك الميك اب يكون كتير ناتشرال، مبين كتير طبيعي، وبنفس الوقت يعني في نحت للوجه وفي بلاش مبين بس كله هيك طبيعي مثل كأنه من قلب الوجه. هلأ يا حلوين بدي أذكركن إنه نحنا عم نستوحي من لوك ياسمين، فأنتو خدوا الخطوات يلي بتناسب بشرتكن وطبقوها. يعني أنا طبقت الكريمي بلاش هون، ممكن أشخاص إذا بدهم يبرزوا خدودهم أكتر طبقوا هون. بالنسبة للحواجب، أنا أصلاً هيدي الفترة صايرة كتير بحب الحواجب الطبيعية، ما بحب أعلمهم وشدوا هيك لأ على رسمتهم، بس رح مشط الحاجب بهيدا الشكل، نرفع الشعر. من بعد ما مشطت الحواجب بجاز شفاف بين عندي وين هيك في شوية فراغات بالحاجب، فبس هو اللي بدي اعبيهم، يعني بدي خلي مظهر حاجبي يكون كتير طبيعي. رح بلش باني ثبت وجهي بس بباودر كتير يكون قوامه خفيف، يعني مش يكون فول كفرج او كتير مات، لانه شايفين هيدي هيك اللمعة الجلو بالبشرة بدي ضل محافظة عليها. بالنسبة لخافي العيوب رح اتأكد انه تحت العين فوق العين ما في اي خطوط، ورح بلش ثبت. انطروا لاخر الفيديو لحتى تشوفوا التغيير بالاكسسوارز قديه رح يفرق ورح يخليني ياسمين. كل شي كريمي طبقناه رح كون عم طبق فوقه باودر، لهيك عم طبق هلا البرونزر مثل ما شايفين بالاماكن يلي عملنا فيها النحت. رح طبق احمر الخدود، وما تستغربوا اني طبقت يعني كريمي بلاش فوقها بلاش عادي، لا هيدا شيء كتير عادي طبيعي. وخاصة انه نحنا صيف فالبلاش هو جزء اساسي من مكياج الصيفي. هلأ للبارت اللي انا كتير متحمست له يلي هو ظلال العيون. ما تخافوا ما رح يكون صعب، رح يكون كتير سهل.
بالحقيقة رح استخدم بس لونين ولون هيك شمر، فرح بلش باني طبق لون مثل ما شايفين من لون العين اللي هو بسموه اللون الانتقالي، وعلى كامل الجفن. هلأ اللون يلي رح انتقل لأستخدمه هو بني محمر، رح كون عم طبقه بس على الكريز تبعي، يعني شوفوا هيدي العظمة اللي هون اللي بتكون بالعين، هيدي بس يلي رح طبق عليها اللون، وببلش على الخفيف وبقوي اللون قد ما بدي. وهلأ بدي طبق هيك لون شمر فيه لمعة، ورح كون عم طبقه هون بهيدا الشكل مثل ما شايفين، بس طبقته عند نص العين وقدام، يعني لورا ما رح اقرب بس هيك. واو، انا كتير حابة صراحة، والاحلى من هيك انه كتير سهل وبيلبق لكل العيون. وهلأ للايلاينر رح كون عم طبق ايلاينر كتير رفيع بس على قد الرمش بهذا الشكل. جايز ما فيني يكون عم بضحك وانا عم طبق الايلاينر، بس تذكرت لما كنا صغار كيف كنت قلد شخصيات ديزني، وكيف ماما كان عندها هيك مثل سجادة صغيرة جيب رفقاتي ونطلع عليها، وانه هيدي السجادة الطائرة اللي بتطير فينا هلا. فتخيلوا قديش انا كنت عايشة لحالي يعني كتير. هلا خلينا نركز على المزبوط، مزبوط مزبوط، ونطبق الايلاينر. هلا اكيد ما فينا نختم ظلال العيون غير بالماسكارا، لهيك رح كون عم طبق ماسكارا تفرق لي الرموش وهيك تعطيني لهم شوية طول. بالنسبة للون احمر الشفاه، اللون كتير جريء بس بنفس الوقت كتير صيفي، حاسة كتير لابق هيك مع اللوك. وهلأ مع الشعر بعد رح يكمل أكتر تسريحة الشعر، يعني أنا بدي أشوف اللوك النهائي، كتير تحمست. لهيك بدون كترة حكي يلا نبلش. رح أفرق شعري على النص وجيب الخصل لقدام بهذا الشكل. هيدي تسريحة الشعر يعني فيكن تعتمدوها، هلأ بتشوفوا أنا رح حط يعني مثل الإكسسوار وهيك، بس أنتو فيكن تعتمدوها بدون الإكسسوار، فيكن تعتمدوها للطلعات اليومية، وحتى فيكن تعتمدوها يعني هيك مرتبة، يعني مش ضروري بس لكل يوم، حتى إذا عندكم مناسبة هيك صغيرة بتقدروا تعتمدوها. فأول شي رح أفرق الشعر، رح أخذ خصلة من الشعر، رح أقيس تقريباً 3 أصابع وأخذ الخصلة على المقل الثاني 3 أصابع خصلة بهذا الشكل. هلأ بالنسبة للخصل، أول شيء رح أعمله رح بلش لف الخصلة بهذا الشكل، شايفين معي؟ رح ضب شعري هيدي الميلة، وبس قبل ما ثبت الخصلة اللي بدي أعمله بدي أعمل هيدي الحركة لتعطي الشعر فوليوم، مثل ما شايفين عم سحب الخصلة بهذا الشكل. وهلأ رح ثبتها ببوبي بن مثل هيدا، مفكرين انه التسريحة خلصت هون؟ اكيد لا. رح اربط ربطة لو بوني تيل، رح ابعد تقريبا مسافة 5 اصابع عن الربطة الاولى واربط. هلأ اللي رح اعمله الخصلة نفسها رح اعطيها فوليوم باني فرعها بهذا الشكل، ورح نعمل زيت الشيم على باقي الشعر. هلأ إذا شعركم قصير بس قصروا المسافة يلي عم تاخدوها بين الشعر. يعني قديه حبيت هيدي التسريحة وهيدا اللوك كامل، أول شي كتير ترندي وهيك يعني سهل ومميز ومشي ربطه 2-3. مثل ما شايفين نحن هلأ زلنا اكسسوريز، غيرنا شوي باللوك، وهيدا اللوك الحلو فيه انه بتقدروا تعملوا له تويست مثل ما انتو حابين. حابين تطلعوا بهيدي الشخصية فيكن تخففوا شوي من الاكسسوريز، حتى لون الحمرة فيكن تغيروها، بس انا اللوك كامل على بعضه كتير حبيته وكتير خرج الصيف وخرج حفلات الصيف. وبهيك منكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم مع هيدا اللوك اللي كتير حلو، عن جد كتير حبيته. اعطوني كل ارائكم بخانة التعليقات، وشو حابين تشوفوا فيديوز جديد
كلها رح كون عم بقراها وعم جاوب عليها. انا كتير بحبكن، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة جمالوكي، تفعلوا جرس الاشعارات لكل ما ننزل فيديو جديد تكونوا اول من عم يحضروا، تعملوا لايك وفولو على كل اور سوشيال ميديا بلاتفورمز، واكيد اكيد تحملوا تطبيق جمالوكي، وانا بشوفكم بالفيديوهات اللي جاي. باي باي.